بتخاف من الحسد موت ومقتنعة إنها معمول لها عمل بالتعب بسبب كل المشاكل الصحية اللي حصلت لها مؤخراً، وكل ما يحصل معها مشكلة جديدة فوراً بتفكر في العين والحسد والأعمال. فيفي عبدو أكتر نجمة في الوسط الفني بتصدق في الكلام ده وبتقوله دايماً من غير ما تخاف من انتقاد أو هجوم. فيفي عبدو حصلت لها مشكلة صحية في الفترة الأخيرة وبدأت تحس بصعوبة في الحركة ورجليها تقيلة، وبعد ما لفت على الدكاترة اكتشفت إن عندها مشكلة في ظهرها وده بسبب الغضروف، وعملت عملية في العمود الفقري. وهي بتستعد لعملية ظهرها اكتشفوا تعب في قلبها وعملوا لها فحوصات تانية، وهي بقت مستغربة من كل اللي بيحصل لها في وقت واحد. وطبعا اول حاجة جت في دماغ فيفي عبدو ان ده كله بسبب الحسد، وقالت فيفي بشكل صريح: لأول مرة اطلع لجمهوري واقول ارحموني، الحسد زاد عن حده معايا وتعب ومش عايزة اضعف واطلع واقول لهم انا محسودة، انا دايما واقفة زي الاسد. ورغم إن التعب وارد أي حد يتعرض له وملوش ضوابط وكله قضاء وقدر، إلا إن فيفي عبده مقتنعة تماماً بأن كل اللي بيحصل لها بسبب الناس اللي بتحسدها ووصلوها للمرحلة اللي هي فيها. مش بس كده، دي كمان مقتنعة إن معمول لها عمل بالتعب وما خفتش، وقالت في تصريحات: أكيد 100% معمول لي عمل علشان ما اتحركش من السرير، ولو أعرف مين اللي عمله أبوس رجلك، فك العمل، حرام عليك أفضل في السرير، أقوم من حاجة ألاقي حاجة. ومن كام يوم فيفي نشرت فيديو ليها وهي بتستعرض فستانها اللي ظهرت بيه في حفلة ملكة جمال الجنوب في لبنان، وفجأة اتكعبلت في الفستان ووقعت، واللي صورها كمل الفيديو للآخر، وهي تعمدت تنشر الفيديو وكتبت عليه: اتفرجوا للآخر، يا لهوي على اللي حصل لي واللي جرالي، يا ناس يا شر، كفاية قر، سكوز مي بقى. الحسد واكل دماغ فيفي عبده بشكل مش طبيعي، وفي نجمات كتير في الوسط الفني عندهم نفس الهاجس، بس هي الموضوع زيادة معها حبتين، وبتصدق جدا في موضوع السحر والأعمال، وبعد كل اللي بيحصل معاها وهي مقتنعة انه عين. اكيد لجأت فيفي عبده لشيوخ كتير من اللي بيفكوا الاعمال ومعظمهم بيطلعوا دجالين ونصابين، لكن هي اكيد حاولت وفكرت تستعين بحد بما انها شايفة انها معمول لها عمل وحياتها بايظة بسبب الحسد. الموضوع مش جديد عليها وطلعت في اكتر من برنامج وقالت الكلام ده، لدرجة ان في مرة واحدة اتصلت بيها على الهوا وبتقول لها: انت حلوة ومش بتكبري ابدا يا فوفة، لكن فوفة اتصدمت وانفعلت وقالت لها الله اكبر، وقالت لهم اقفلوا السكة في وشها. كمان في فترة كده كانت فيفي عبده قلبت الدنيا على سناب شات، وقالت وقتها انها كانت بتشارك جمهورها يومها وحياتها وبتعمل ايه زي ما بيعمل لنا شهيار، وان ده سبب لها مشكلة كبيرة لما كانت طول الوقت فتح الكاميرا معاهم، وقالت: نشوني عين وقعدت عينة لمدة 3 سنين، والحمد لله ربنا نجاني منها. وفي مرة طلعت فيفي عبده لايف على انستجرام علشان تتكلم مخصوص في قصة معاناتها مع الحسد، والموضوع وسع منها قوي، وبصراحة كل اللي حصل لها اي حاجة تقول محسودة، ارحموني، سبوني في حالي. قالت فيفي كلام استفز الجمهور وخلى الناس كتير تنتقدها بسبب كلامها المستمر على انها محسودة، وقالت: طول عمري بعاني من العين والحسد، مستمر معايا، واللون الازرق ما بقاش ينفع معايا، تصوروا احيانا ببقى عايز اقرأ قرآن، في وش اللي بيكلمني الاقي لساني وقف ومعرفش اقرأ قرآن، ولو قعدت تتفرج على اي لقاء لفيفي عبده عد معاها بتقول الله اكبر كم مرة، ودايما بتخمس في وش اي حد من غير ما تخاف، وما بتقلعش الخرزة الزرقاء ولا العين من سلسلتها هي وبناتها. وبسبب جرأتها وكلامها دايما عن ان الناس بتحسدها وبصلها في حياتها، بدأ الجمهور ينتقدها وقالوا لها ان التعب والمشاكل الصحية دي قضاء وقدر، ومش كل حاجة تحصل لك تتهمي جمهورك انه بيحسدك، ولو خايفة ما تنزليش صور تاني وما تشاركيش الناس حياتك على السوشيال ميديا. هل فيفي عبده هتقدر تعمل كده علشان تحمي نفسها من الحسد ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.